بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بحي السيل مدينة حرستا، معنا شقة 85 متر طابق ثاني، هنشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما عم نشوف الشقة معمول فيها شوية ديكورات جديدة، طابق ثاني، شقة 85 متر. نشوف الغرفة الأولى، الساعة عم تتجهز حاليا من شبابيك ألمنيوم، أبواب خشبية، دهان، سبوتات. نحن قناة أوس تي في، دعمونا واشتركوا معنا بالقناة. أي استفسار ممكن تضيف لنا إياه بالكومنت. أو ممكن تشوف رابط الفيسبوك بأسفل الشاشة. الشقة عبارة عن غرفتين. لا ننسى نتابع العقارات الموجودة عندنا، بالرابط موجود فوق عم نشوفه حاليا. هي الغرفة الثانية. غرفة النوم. الشقة فيها حمامين، حمام العربي. طبعا الشقة حاليا عم تتجهز من بياض وخلاطات. وعندنا المطبخ هون. دعمونا واشتركوا معنا بالقناة، وإن شاء الله بشوفكم بشقة جديدة وعقار جديد. مدينة دمشق وريفها.